مرحبا يا غوالي، أنا اليوم في شركة أبل مثل ما تشاهدون. جيت أسأل على الشاحن للآيفون 15 حتى لحد يأخذ الشاحن الخطأ. طبعا أنا سألتهم الآن، وأنا دا أتكلم لكم الآن وسط الشارع، ممكن الصوت شوية يعني مو كلش. أنا سألتهم بالنسبة للشاحن، قالوا إنه الشاحن 25 واط اللي نفسه استعملته واشتريته على قناتي، هذا الشاحن ممكن تستعمله للآيفون 15. قلت لهم أنا قريت تقرير يقول 35 واط حسب ما قالوا الشركة، وأني بالشركة وعلى عهدة الشركة والخبراء اللي بالشركة قالوا إنه الشاحن اللي 35 واط نعم يصير، لكن راح يشحن بسرعة، والشحن اللي بسرعة راح يؤدي إلى أن البطارية تصير يعني تستهلك. فأني يعني نقلا عنهم، أني راح أشوفكم الشاحن وأشوفكم اللي استعملته موجود على الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف. نفس هذا الشاحن اشتروه، واللي حابب أنه يتأكد يتأكد من متجر أبل اللي بمدينته ويكتب بالتعليقات. أنا الآن اتأكدت منهم، يقولون إلا شاحن 20 واط. الخبيرة مالتهم اجتي قلت لي إلا 20 واط تستعمل، ممكن تاخذ ال 35 25 بس كلها راح تضر البطارية مالتك. فأتمنى قبل ما واحد أكيد راح تاخذون الآيفون 15، فاللي حابب إنه ياخذ الآيفون 15 لازم بالبداية يفكر بالشاحن، هل ياخذ 35 أو ياخذ 35 او ياخذ ال20. اني راح اخذ ال20، اني هم راح اشتري وراح اشوفكم برلين. اني راح اخذ ال20 20 واط حتى اكون صادق وياكم. فكل واحد يشتري وتبقى انتم براحتكم. اني سالت الخبيره هاليوم، الخبيره مالتهم بالمخزن، وقالت انه فقط تقدر تشتري الهاتف الشاحن اللي هاي. طبعا المكان اللي كنت بيه خلي اعبركم بس، هناك شفت فد حارة صغيرة، و هنا مثل ما تشاهدون راح نعبر الشارع. حبيت اشوفكم هاي المدينة وتاخذون نبذة. هاي برلين، وهذا متجر أبل قدامكم، هذا المتجر تمام. وراح ندخل على المدينة وتشاهدون هاي داخل هاي الحارة القديمة، هاي من المنطقة القديمة مال برلين. شوفوا جينا نشلقهم، شوفوا هذا المكان شكد حلو، كلش حلو. هاي المنطقة القديمة في برلين، طبعا هاي حارات داخلية، وحبيت انه تشاهدون هذا الشيء اللي موجود. بالنسبة للسماعات شوفوا حلوة، حبيت انه تشاهدون هاي المكان. هذا متجر أبل، ورايحين الآن للمنزل. تحياتي للجميع، وأتمنى لكم الصحة والسلامة. فواحد قبل ما يشتري لازم يكون يعرف الشيء اللي راح ياخذه. تحياتي، مع ألف سلامة.